المبلغ اهو 150,000 جنيه بالتمام والكمال. والمقابل، المقابل تند التقرير ده. انا مجهز لك كل حاجة. اتفضل اقرا. كمان مش تبطل بقى الحركات دي. حركات ايه؟ احنا دلوقتي بنلعب على المكشوف. كمان عاملني مش عارف تقرا. فاستيه. انما انت يعني الظاهر عليك بتشتغل في المخدرات على واسع. انت مالك بقى؟ طب انا لما اقدم التقرير ده للاداره بتاعتي تفتكر يعني الشبهات هتروح منك؟ اهو على الاقل هتسكتهم عني شهور ولا سنه. وانا مش عايز اكتر من كده. انا الكلام كتر عليا. وانا عايز اريح الحكومه. لا كتر خيرك. على الأقل ياخدوا بالهم من الفلان. بيقول لك مرة واحد الفار لعب في عبه رسم على صدره قطة. حلوة. مش قلت لك دمك خفيف؟ أيوة أنا عارف. اتفضل اقعد. امضي. امضي فين؟ هنا اهو. طب ما ابصم أحسن. عليكوا حركات يا بتوع البوليس. دي امضه دي؟ ده نبش فراخ. ايه نبش فراخ دي؟ انت بتتريق على امضه الحكومه؟ لا 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 ما اقصدش يعني. على فين؟ همشي. ودي تيجي. قال لي انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ افرض انك انت خدت المبلغ وما وديتش التقرير. خلاص احلف لك. لا 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 تحلف لي ولا احلف لك. ما هو مش معقول كمان تيجي معايا. لا في حل تاني. ايه هو؟ اقول لك. تسجل لي هنا اعتراف تقول فيه انا الضابط فلان الفلاني. أقر وأعترف إني خدت من فايق بيه عايش مبلغ 150,000 جنيه رشوة. طب وليه كده؟ أضمن حقي. إنما ما تخافش أنا مش حظهره اللي إذا خنتني. ما بلاش. ده شرطي الأساسي. أمري لله. أنا حسنين البرتوشي أهدي تحياتي إلى 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 أقربي في خربتها بحيرة. إيه؟ وإلى أمي وإلى إخواتي. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا الضابط حسنين البرتوشي أقر وأعترف إنني أخذت من فايق بيه عايش مبلغ وقدره 150,000 جنيه رشوة. وهذه اعتراف مني بذلك. على فين؟ همشي. والتقرير؟ تودي التقرير دلوقتي حالا. السلام عليكم. Thank you.
الله. مديرية الأمن وحياتي. ممكن اشيل الشنطه دي عندك خمس دقايق وحياة ابوك؟ ايه بيها فن الله. تشكر يا اخوي. سلام. عايزني؟ انت مش قلت اخر مره انك مش بتاع جواز والكلام اللي انت قلته ده؟ انسي اللي فات، انا كنت بعمل ايه لمصلحتك؟ احنا بعد الجواز هنسافر اي بلد، الاسماعيليه، السويس، بورسعيد، وهفتح محل اجهزه كهربائيه، ونعيش، نعيش عادي. انا مش فاهمه حاجه. مش مهم تفهمي، المهم تعرفي ان انا لما قلت لك ان انا مش بتاع جواز كنت بحبك، ولما بقول لك دلوقتي نتجوز برضه عشان بحبك. ايه ده بقى ده؟ خشبه حبشي؟ انت خشبه عمري. انا خشبه؟ بلاش، ما تزعليش، انت عصايا، انت زعزوعة عمري. انا زع هو كده بحكي يا شيخة، منعول ابو الدنيا لابو المغفلين، ولا اقول لك بلاش نشتم المغفلين احسن، دول اصحاب فضل علينا. مين يا عايده؟ ده حسنين يا بابا، اتفضل. حسنين؟ انتوا مش كنتوا هنكتب الكتاب ونعمل الفرح امتى يا عم؟ لا بقى، انا مش فاهم حاجه، مش مهم تفهم، نعمل الفرح وبعدين ابقى افهم. هنقصدكم دلوقتي على الله الشيخ المتعلقات واجيلكم على طول. انت مش هتاكل معانا؟ يلا هناكل، يلا هناكل يا عيني، يلا هناكل يا عيني. واحد ظبط واحد مسطول على النص يا بيقزقز بومب. واحد مسطول روح بيتهم بالليل قوي. بعد يخبط على الباب ربع ساعة طخ طخ، مراته تقول له مين؟ هو من بره. لطيفة بس عاوزة توضيح. توضيح بعدين. السلام عليكم. وعليكم. متجمعين عند النبي، ولو ان اللي زيكم ما يتجمعوش الا في جهنم. الله 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 الله، ايه الدخل دي؟ انا جاي اقول لكم اشوف وشكم بخير، قصدي يعني ده هيلا تورينا وشوشكم بعد كده. ما تقف عوج وتتكلم عادي. لا انت تخرس خالص، تخرس خالص يا غبي. انا جاي اقول لكم انا ماشي، مش هشتغل معاكم تاني. تاني هترجع تقول الكلام ده؟ المره دي طب نصوحه هموش، واحسكم عينكم اشوف حد فيكم في اي حته، ونفسي دلوقتي حد يبربش لي بس بعينيه. ده انت طايح قوي 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 يا غبي، واي كلب فيكم هيتعرض لي هقطع خبره. الواد ده لازم يترن عليه. انت ما تقدرش يا هموش الكلب. لا هقدر. ما تقدرش. خلاص يا معنانا، خلاص. عايز يمشي ما تغصبش عليه. تعجبني يا غبي. ايوه بقى، التهية اللي قفلت معايا. سلام عليكم، ولو ان اللي زيكم ما يستاهلوش السلام، عشان انتوا كلاب. انا كلب؟ يا خسارة، النموذج اللي انا عملته باظ. نفسي اقابل حد فيكم ولو صدفه، هقطع خبره كالكوضاي الميه لما تتجقر تحت منكم. ايه يا جدعان؟ هنسيبه كده يمشي؟ اجري ورايا يا عزيز، اطهر ما تخلوش غيبه عن عينك، جري. امرك يا معلمه. الواد ده اكيد لقاله سي 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 تانية. ولو قفلنا عليه سي 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 سكة تانية هيرجع لنا زي الكلب ورجليه فوق رقبته. ايه هي السكة التانية بقى؟ انا هقول لكم عليها. والواد ده مش هسي سي سي سيبه، وانا اللي هقطره. يكون في علمكم الواد ده اذا ما رجعش لا
لازم نخلص عليه، لازم نقتله. نقتله؟ طبعا، لأن لو ما عملناش كده الكل هيقلده بعد ما علمناهم. ويمشوا ونشحت احنا. فعلا لازم نحافظ على مملكة الشحاتين. أي مملكة لازم تحارب وتقتل في سبيل بقائها. أو أنا في سبيل بقائها. أنت مسقف أنت على النعمة، أنت خسارة فينا يا جدع. يكون في علمك يا أستاذ جمعة، لازم تحط منها واحد تاني لأن المكان ده سوق. الظاهر كده بيه، يعني ما اكتفوش بتقرير صاحبنا الاولاني؟ ضروري يا بيه، بعد كل اللي دفعناه يبعت واحد تاني يراقبنا. عارف بتاعنا بيه؟ راجل ايه؟ انت مين؟ انا اسم النبي حاصك وصاينك، انا اللي تحبت انت عليه، احنا اللي ربينا وكبرنا وصرفنا وانت جاي هتجهز عليك تقطفها. تقطف ايه؟ تقطف. انا مش فاهم حاجه. عايز تقطف احلى زهرة عندنا في حياتنا بيه، اغلى راجل عندنا عايش في الهفوة بيه. يا تتكلم بوضوح، اتفضل اطلع بره. بره مين؟ بره مين يا بيه؟ انا بقى بره مين يا بيه؟ سيبوا يا حامد. سيبوا يا حامد. سيبوا يا حامد. ايه يا بيه؟ يا بيه انت خدت الشحات بتاعنا مننا ليه يا بيه؟ يعني ما لقيتش الا هو. شحات مين يا جدع انت؟ حساس سنين يا بيه اللي كان بيقف دايما قدام اللوكاندا. الشحات الشيك ولا مؤاخذه؟ انا مش فاهم انت بتتكلم على ايه. يا بيه بلاش نلف وندور على بعض وشغل حوريني يا طيطه. انا شايف كل حاجه بنفسي. يا بيه الراجل اللي ربناه واتكناه وعلمناه وخليناه احلى شحات عندنا، تيجي انت تاخده مننا سفلاه؟ انت عايز تقول ان الراجل اللي كان واقف تحت ده بيشتغل شحات عندكم؟ ايوه يا بيه. طب واللي واقف دلوقتي ده ايه؟ زهورات سكرته موقفينه بدل حساسسنين، بس حساسسنين استاذ يا استاذ. وانتوا بتشغلوه بصفاتكم ايه؟ احكي له يا اخي، احكي له يا حامد. انا هقول لك كل حاجه يا سعاده البيت. انا عايز فرح يا عمي عمر الحته دي ما شافته. وايه لازمتها بس المصاريف دي يا ابني؟ لازمتها ايه المصاريف؟ دي ليله واحده في العمر يا عم. ايوه النبي يا ابني عندك حق. مش كده؟ دي ليلة واحدة في العمر. ليلة واحدة في العمر ايه يا ماما؟ فلوس هتصرف ملهاش اي لزوم. يا بنتي يا بنتي لازم نعمل فرح يليق بمقام اسم الله عليه. واسم الله عليه مش هكسفك. ايوه يا ابني، فرح يليق بمركزك. حلوة مركزك دي. يا نهار ازرق، لو كانت عرفت مركزي الحقيقي. الحمد لله ربنا ستر. أنا خايف يا سعادة البيه لأكون مسألة الشحاتين دي مقلب مدبره البوليس. ما افتكرش. على كل حال احنا هنشتري مش هنبيع. كل حاجة هتبان. بس لو كان ده حقيقي يبقى الواد ده اداني مقلب ما خدتوش في حياتي. ما هو مش معقول يكون كل ده أوانطة. اه. اهلا يا سعادة البيت. اهلا
أهلاً. تفضل يا بيه. تفضل بيتك ومطرحك. تفضل أنت الأول. أهلاً وسهلاً. حامد، أنا هنا يا سعادة البيه. هنا مين؟ هنا مين يا جدع؟ خش اتفضل. لا أنا استنى هنا. أهلاً يا بيه. تفضل. أهلاً وسهلاً. بتعمل ايه هنا يا فند انت؟ انا مستني ساعات البيت. بمين وبتاع مين؟ احنا ما عندناش هنا بهوات. انا عندي بيت جوه عندكم. اخينا ده اداني مقلب جامد وضحك عليا. يا بنت ضحك عليك. احنا ادانا خابور، يعني احنا الاثنين اصحاب مصلحه واحده. على كل حال يا بيه احنا ناويين نخلص عليه. وفرحه بكره. وبيقولوا عامل فرح انتكا فرح ما حصلش في مصر لسه. بفلوسي. بفلوسك؟ وشاط منك كتير يا بيه. 150,000 جنيه. 150,000 جنيه؟ 50,000؟ لو جبتهم لي هديكوا 50,000 جنيه. احنا جاهزين يا بيه. اجهزوا بكره يا ولاد. احنا عايزين نطلبه الفرح فوق دماغه. دعيتك على ايدينا يا حسنين الكلب. مبروك يا جميل. الله يخليك يا خليل يا امير. اسكت تقول لنا عشان نيجي نفرح معاك. تفرحوا بفلوسي مش كده؟ عمل لي ضابط بوليس يا حرامي. العيب يا بيه كده ما صح. اخرس. لا لا عيب عيب يا بيه، ما تقولش عليه حرامي مش كده. ده راجل شحات محترم. بس يا خليل، بس يا اخوي. ليه يا الاموره ما تعرفش انك انت شحات؟ هي مهنه الشحاته وحشه ولا ايه؟ انت زي ما قلتلهاش انك انت متشوه. بس يا خليل، انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين ال 150 الف جنيه بالتمام والكمال. ده بقى غير حسابنا احنا. احنا طيب بكره نتفاهم. مفيش بكره، دلوقتي حالا. طب واذا ما جبتهمش؟ رقبتك حطير والفرح هيتهد. بتتفضلوا تستريحوا يا بهوات. لا لا معلش، احنا اصلنا صحاب قوي. الله الله، مش تعرفني باصحابك يا ابني. هتعرفهم بينا معنانا. دول اصحابي قوي، اصحابي قوي يا عمي. دول استيراد وتصدير معايا. تصدير. شحاته معلبه. نعم شحاته معلبه. حوش اسأل حوش يا عم، يا بيندهولك هناك. طب بعد اذنكم. جاي هو. قلت ايه؟ مش عايزين نضيع وقت. اشارة واحدة وكله ينتهي. هقول لك في الصباحيه. مين دول يا حسنين؟ في الصباحيه حابب اقول لك. انت سيبوا يا ابراهيم دلوقتي.
باقي. هو في ايه؟ قوي قوي قوي، ما يهمناش اي حاجه يعني مهما. مين دول يا حسنين؟ الصباحيه هبقول لك. مش تفهمني بس انت بتتبع. انا مش قايم تاني بقى. احسن. انا الحمد لله قاعد. الصباحية هبقولك. ايه اللي في ايدك ده يا حبيب؟ مش عارف، انا لقيتها في ايدي. وريني. اتفضل. ايه ده يا حسن؟ ايه؟ الصباحية هبقولك. صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي. هو في ايه؟ الصباحية هبقول. فين؟ الصباحية. ماما كيف وقت حبيبي تعبي؟ يا موسى تعال تعال تعال. امسكوهم. أنا ماليش دعوة، دول شحاتين مع بعض. وقعت يا سفايق، كل اللي أنت عملته مع حسنين كان متراقب، وإحنا سهلنا لك المأمورية، وإدينا لك الدوسيه اللي أقنعك إنه ظابط. يعني حسنين مرشد؟ إدي الحكومة 150,000 جنيه يا غبي. ده أنت اللي غبي، ده أنا خدت 50,000 جنيه مكافأة من الحكومة. حلالي. تعالي يا حلالي. طب بس مين دول يا حسنين؟ بعد ما نخلف عيال هبقولك.